السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن الخيط التطريز. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الانواع في الريفيو اللي كنا بنتكلم فيها عن خامات التطريز وكل اللي بنحتاجه في التطريز. النهارده احنا معانا نوع جديد لسه واصل لنا، كنت وعدتكم بيه قبل كده وربنا كرم والحمد لله وصل. هو نوع اسمه مصر، تمام. هو المفروض ان هو خيط 100% قطن. الخامة اسمها، الشغل الجديد اسمه شركة مصر لصناعة وتدوير الخيوط. اعتقد ان هو مكان مصر البيضاء، ويمكن هو مصر البيضاء بالفعل مع الشغل الجديد بقى، يعني انتاج جديد بصبغة جديدة بوضع جديد. احنا النهاردة هنشوف كل ده مع بعضينا. فاول الفيديو احنا شفنا صورة كمية الالوان بتاعته، والوانه فوق 50 لون ما شاء الله لا قوة الا بالله، في كمية الوان كتيرة جدا. بس انا اخدت بالي ان ما كانش فيه مثلا اللون الاحمر، الاحمر الصريح يعني من الالوان الاساسية المفروض يكون اللون الاحمر موجود، بس للأسف ما جاليش اللون الاحمر برغم ان جالي فوق 50 لون، تقريبا 52 لون او اكتر، لكن للأسف ما كانش فيهم الاحمر. بس تمام مفيش مشكلة، يمكن هما جابوا ده بديل له، هو لون جانجا. اخدت بالي ان في اكتر من لون جانجا، ده برضو جانجا اهو. هبقى اصور لكم الالوان بشكل مفصل اكتر، تبان فيه الالوان كلها بشكل احلى. طيب الخيط ده احنا عايزين نشوفه مع بعض، هنطرز بيه سوا وهنغسله سوا عشان نتاكد اذا كان تمام صبغته ولا ايه. احنا كنا دايما بنشتكي من صبغه الخيوط المصريه، فاحنا هنجرب مع بعض نشوف كده هيحصل ايه. شويه ميه هنحط عليهم، شويه بريل نشوف ايه اللي هيجرى، لونه هيتغير مع بعضنا واحنا سوا كده ولا مش هيتغير. تجربة عملي كده سوا. هنجرب اللون الاسود، تمام. شديدة، مش عارفة اقطعها. تمام، لا منزلش لونه اهو زي ما انتم شايفين. تمام، ما نزلش لون الحمد لله. ده كويس جدا. طيب ناخد كده نجرب كده ايه كمان، الجنجا الاحمر نجربه مع بعض. شوف كده هيجرى ايه. تمام، هو ما اعتبرش يعني جنجا احمر، هو بامبا فينبيتي، سوري، هو بامبا فينبيتي افتكر. لا تمام جدا، الالوان ثابتة جدا جدا جدا، وده اللي اتأكدت منه لما كنت بعمل الاوردر دوت، لما اتكلمت معهم مع المسؤولين استاذ ممدوح، الحقيقة اكد لي ان الالوان ثابتة جدا، حاجة في منتهى الجمال. الحقيقة انا مبسوطة جدا، مش عايزة اقول لكم انا مبسوطة ازاي
ان الالوان ثابته، الالوان ثابته زي ما انتم شايفين، الالوان في منتهى الجمال ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله من الحاجات اللي بتسعدني بجد ان الخيط المصري النهارده اقدر اطرز بيه، وانا واثقه انه مش هيبهت بمشيئه الله. هنطرز مع بعض حاجه كده صغيره على السريع، نجرب بقى في التطريز هيبقى عامل ازاي. كل ده انا اول مره هطرز بيه معاكم اهو، انا يا دوبك لسه فكاه من الاكياس بتاعته ولسه ماسكاه بايديا معاكم، يعني يا دوبك انا صورت بس الالوان. طيب تطريز، ناس كتير سالت التطريز ازاي. زي ما انتم شايفين انا عملت ايه، انا فكيت المسمار، طبعا ده مسمار محطوط فيها اهو، انا كل اللي عملته ان انا فكيته الاول تمام، وبعدين بشيل الطرف البيضه اهي تمام، بجيب القماشه بتاعتي. انا مجهزه حاجه كده هنجرب فيها تمام، حاجه صغيره مش هنجرب جزء كبير، احنا مجرد هنجرب حاجه صغيره نشوف بس الخيط شكله ايه في التطريز، هيبقى مريح لطيف ايه وضعه في التطريز. بسم الله، زي ما انتم شايفين انا حطيت القماشة اهي وبلف دلوقتي اهو، بقفل بالمسمار، بقفل جدا للاخر تمام. ايه اللي هعمله بعد كده؟ ابتدي اشد القماش بتاعي من كل الاطراف، لازم القماشة بتاعتي تبقى مشدودة على الطرف، ابتدي اشدها اهي تمام، شد من كل الجوانب لغاية ما تبقى مشدودة تماما على الطرة بتاعتي عشان لما اجي اشتغل ما تتعبنيش في الشغل. طيب انا عملت حساب ان اللضم هياخد وقت شوية فلضمت الابرة قبل الفيديو، دي الحاجة الوحيدة اللي انا عملتها. بسم الله الرحمن الرحيم، انا قلت برضو اجرب اللون الازرق. بسم الله، نجرب مع بعض ونشوف التطريز هيبقى شكله ايه. لطيف جميلة، كتومبرلي المصري بتاعنا يا جماله. من ضمن أسباب شغلي في الخيوط، من ضمن الأسباب ده غير حبي للكروشيه، هو حبي لخيوط مصر البيضة، كنت بعشقها يا ما عملت بيها شغل، مش بس تطريز وإتامين، لا عملت بيها كمان كروشيه، عاملة بيها فيست اليارا بنتي من أيام ما كانت في إعدادي، وهي كبرت وتخرجت واتجوزت وخلفت، والفيست ده مازال عندها، ألوانه في منتهى الجمال، ثابتة رائعة الحقيقة. يعني مصر البيضاء كان من الخيوط، عفوا الخيوط اللي حكاية بجد، انا كنت بعشقها، وكنت من ضمن الناس الحزينة جدا 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 ان هي بقت بتبهت، وسعيدة جدا جدا النهاردة ان الحمد لله رجعت لنا خيوط مصر واقطان مصر الحلوة الجميلة من غير ما تبهت، ده هيساعدنا جدا في التطريز وفي الشغل، ويكفي سعرها اللي هيبقى مناسب وحلو مش غالي، ربنا كريم ويوفروا لنا بقى خيوط تنفع معانا في الكروشيه والتريكو كمان. لا جميل جدا صراحه، انا مبسوطه.
يعني انا بشتغل بيه، انا مبسوطة بصراحة. جميل بجد جميل. انا مبسوطة، انا مبسوطة بيه بجد، سعيدة ان اخيرا جالنا خيط مصري اقدر اطرز بيه وانا مش قلقانة ان هو يبهت. يعني لما كانت بتجيني حد يشتري من الكوتنبرليه المصري كنت بقول له لا مفيش داعي، لو هتعمل بيه حاجة هتتلبس وهتتغسل. لما كانت البنوتة تيجي تقولي هعملها حاجة تطريز لبلوزة اقول لها لا بلاش، النهاردة لا هقول لها اه خدي يعني تمام وزي الفل. حاول كده نجرب مع بعض ان احنا نشتغل حاجة بالكروشيه. افتكر عندي ابرة مقاسها كويس. كبيرة شوية بس مش مشكلة، ممكن نعملها على فتلتين نجرب، مش هنخسر حاجة يعني. جربناها تطريز نجربها كروشيه، هي الإبرة دي كبيرة شوية بس مفيش مشكلة. عايزة إبرة صغيرة شويتين. يعني افتكر ابرة استانلس، مقاسات بقى 5 6 افتكر تبقى كويسة. يعني هي كده كشغل كروشيه، عيبها بس الابرة كبيرة فمش مبيناها، لكن افتكر الى حد كبير تمام، يعني الى حد كبير تمام جدا. يعني ابرة 3.5، ابرة كبيرة جدا على فتلة زي فتلة الكوتون برلي، برغم ان هي على فتلتين بس الابرة كبيرة جدا طبعا عليها. لو كانت ابرة صغيرة شوية، انا للأسف انا فكرت ان انا اشتغلها كروشيه جت حالا دلوقتي معايا وانا بشتغل وياكم، وإلا كنت جهزت الابرة من بدري. رائع يعني بجد انا مبسوطة، تطريز جميل جدا، صباغة ما حصل لهاش حاجة. نرجع تاني نشوفها اهو معاكم، اهو زي ما انتم شايفين الاحمر والاسود ما خرطوش على بعض، المية زي ما هي اهي، يا دوبك لون البريل بس هو اللي مغيرها. الايدي اهي يعني اهي ايدي ما حصليش اي حاجة، ايدي ما سودتش ولا احمرتش من الصبغة. انا مبسوطه جدا ان اخيرا الحمد لله بقى عندي حاجه كوتنبرلي مصري هقدر اديه للبنات يشتغلوا بيه تطريز ويعملوا بيه كل هم عايزينه. طبعا الخيط المصري او الكوتنبرلي عموما البكره بتاعته عدد امتارها اكتر بكتير من الميلوني الصيني. الميلوني الصيني طبعا حلو جدا ما اقدرش انكر، بس دي عدد امتارها اكتر. يعني الميلوني الصيني تقريبا 25 متر، فكمان تخنها ناس كتير لما بتاخده بتعمله على اكتر من فتلة، يعني بتعمله على فتلتين تقريبا. فكده لا هو ده مديني التخانة اللي انا عايزاها تمام وزي الفل، مش هحتاج ان انا اعمل افكه او حاجة. خيط الحمد لله طلع ما بيوبرش ما بيبهتش ما فيش اي مشاكل. يعني انا لو جيت حتى كمان على الجزء اللي انا اشتغلته برضو تجربة تانية برضو اهو، مفيش اي حاجة خالص اهو زي ما انتم شايفين. كل شوية اهزها، الاسود والاحمر اهو برضو لو هينزلوا لون مفيش زي ما انتم شايفين.
الاسود مع الاحمر مع الازرق اهو، مفيش اي حاجة خالص. تمام 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 تمام. اتمنى اني اكون فدتكم والفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تفرحوا معايا ان الحمد لله الكوتنبرلين المصري بقى موجود تاني الحمد لله بصبغة كويسة مش هتبهت. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس، ومتشكرة جدا ليكم.